المعركة إن شاء الله وسننتصر فيها بتبادل الشعب المغربي، بقوة الشعب المغربي، ببصيرة الشعب المغربي وراء القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم. وهذه مبادرة حزبية، احنا قلت الاحزاب مادام الجهات الرسميه وعلى راسها جلاله الملك يقوموا بالمهمه ديالهم، احنا كحزبيين ومنتخبين من الشمال والجنوب خصنا نقوموا حتى احنا بالمهمه ديالنا. داكشي علاش جات هذه المبادره، الحمد لله كلشي تعبى عليها واللي عيطنا ليه جا بوطنيه عاليه وبتجرد كبير، والحمد لله وجهنا هذا اعلان العيون للمنتظم الدولي وللخصوم ولجميع من يعرف المغرب ولمن لا يعرفه. التعبئه مازال مستمره، احنا ما غادي نوقفوش، غادي نحاولوا نديروا مبادرات اخرى، وطبيعه الحال جميع الاحزاب مدعوه الى ان تقوم هي مبادرات او تجمعات احزاب او منتخبين او هيئات منتخبه او غيرهم. المبادره مفتوحه في الداخل والخارج، في الداخل والخارج كما هو العاده. اسم التجمع الوطني للأحرار. أولا اللقاء ناجح، جميع الأحزاب السياسية حاضرة، يعني فيما يخص الإعلان إعلان جد مهم كبير كيعطي الموقف ديال المغاربة جميعا وديال الأحزاب السياسية كيفاش كنشوفوا القضية الوطنية ديالنا، وموقف سوليد لأنه بغينا هذه المنطقة تكون فيها منطقة ديال السلم، نبنيوها نشيدوها نزيدوا بها القدام، وما بغينا شي واحد اللي يدخل هذيك المنطقة العازلة وخص اللي خص يدير خدمته يدير خدمته. والسلام عليكم. رسالة للجزائر بأن أي توتر في المنطقة لا يهدد المغرب والجزائر فقط، يهدد السلم والسلام في دول الساحل، لأن المغرب جعل من نفسه تاريخيا حارس ومساهم في السلم والسلام، لأننا نقاوم ليس الانفصال في هذه المنطقة على الحدود، نقاوم الإرهاب، نقاوم التجار في البشر، نقاوم الهجرة، نقاوم تجار المخدرات، نقاوم الجريمة المنظمة. إذن المس بهذا المعطى هو المس بموضوع السلم والسلام في المنطقة، وسيؤدي الثمن ليس المغرب، المجتمع الدولي. للتعبير عن مواقفنا إزاء الخروقات والتجاوزات المستمرة لعناصر جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، وفرصة مواتية لتوجيه رسالة قوية واضحة الدلالات إلى المنتظم الأممي. نحن باسم ساكنة جهة العيون الساقية الحمراء وكل الأقاليم الجنوبية ندين وبشدة هذه الاستفزازات ديال جبهة البوليساريو، ونعتبرها خرقا سافرا لوقف إطلاق النار ولكل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ونعتبرها أيضا تصرفات مسؤولين فاشلين. بوليساريو هم فاشلين وبغاو يغطوا على فشلهم باختلاق هذا النوع من الاستفزازات، وإحنا لن نفرط في حبة رمل واحدة من صحرائنا المغربية، ونحن جنود مجندون وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ممثل جاءوا الأمناء ديال الأحزاب والمكاتب السياسية ديالهم مع المنتخبين ومع المجتمع المدني وشيوخ القبائل اللي شفتوا في هذا قصر المؤتمرات الجميل. كان نهار جميل وكان نهار سعيد، هذا نهار الاثنين، نهار الاثنين نهار سعيد راهو اللي اجتمعت فيه ذو الإخوة كلهم ومرقوا بيان ورا الخطوات اللي قاضي يخطي جلالة الملك في ميدان الصحراء كله، ورفضهم القاطع كلهم منادي الأحزاب والمنتخبين وشيوخ القبائل والمجتمع المدني، رفضوا بتاتا أي مس بالحدود المغربية. نداء للمنتظم الدولي أن يوفي بما تعهد به في حماية يعني الوضع ريتما يكون الحل النهائي. وهذا الإعلان أولا فهو تعبير عن لحظة ديال التعبئة الشاملة
لكل الشعب المغربي ولكل أبناء الأقاليم الجنوبية من أجل أولا الدفاع عن الوحدة الترابية، من أجل كذلك الوفاء لقسم المسيرة، ومن أجل كذلك العمل على التصدي لكل المناورات الأعداء الهادفة إلى خلق التوترات، وإلى كذلك العمل على تغيير الوضع القانوني لما يسمى بالمناطق العازلة التي تدخل في إطار التراب الوطني.